طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود لكم. بيه نقصان كبير ونواقص كبيرة. الدستور هو وليد عملية سياسية عرجة، أساساً ولدت عرجة. ولدت عرجة بظل نظام احتلال، الاحتلال سواها، قامت على الطائفية السياسية، على التهميش وعلى الإقصاء وعلى المحاصص وإلى آخره. هاي العملية السياسية أنتجت هذا الدستور وأنتجت الأوضاع السياسية اللي احنا فيها. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. كان من المقرر اليوم عقد جلسة للبرلمان لأجل تشكيل باقي الوزارات في حكومة عادل عبد المهدي، لكن البرلمان فشل في عقد هذه الجلسة، جلسة منح الثقة لمرشحي الوزارات الشاغرة في حكومة عادل عبد المهدي، والتي كان من المقرر أن تكون اليوم الثلاثاء، بينما قلل مسؤولون من إمكانية كذلك انعقاد الجلسة الأسبوع المقبل. الدائرة الإعلامية التابعة للبرلمان أصدرت بيان في وقت متأخر من يوم أمس، قالت فيه بأنه حتى الآن لم تصل إلى البرلمان السير الذاتية للمرشحين لإكمال التشكيلة الوزارية، وبينت بأنه بعد التوصل مع رئيس الحكومة عادل عبد المهدي أكد بأنه أكمل الإجراءات التدقيقية، تدقيقية المساءلة والنزاهة وغيرها لخمس شخصيات، وهنالك ثلاثة وزارات ما زالت أسماء مرشحيها قيد الدراسة والتدقيق من الجهات المعنية. أشارت إلى أن رئاسة البرلمان رأت بأن يتم عقد الجلسة الاعتيادية يوم الثلاثاء القادم بدلا من اليوم، وأكدت بأنه سيتم عرض التشكيلة الوزارية في حال ورود السير الذاتية للمرشحين قبل موعد انعقاد الجلسة بوقت يسمح للنواب بدراستها. طبعا كتلة الإصلاح والإعمار، وهي التي تضم تحالفي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الحكومة السابق حيدر العبادي، دعت عبد المهدي إلى بيان إجراءات الهيئة الرقابية للوزراء والمرشحين للوزارات الشاغرة. الكتلة شددت على عبد المهدي بضرورة بيان موقف هيئة المساءلة والعدالة لوزرائه الحاليين وللمرشحين للحقائب الشاغرة وعلى رأسها معروف الدفاع والداخلية، واختيار شخصيات تكنوقراط كما قالت مستقلة لحقيبتي الدفاع والداخلية، وعرض السير الذاتية للمرشحين قبل جلسة البرلمان. القيادي في تحالف البناء مازن الزبيدي تحدث وقال بأن عادل عبد المهدي كان قد توافق مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على عرض المرشحين للوزارات الشاغرة من دون أن يكون هناك توافق كامل مع الكتل السياسية، الأمر الذي دفع الكتل للانقلاب عليه كما قال. أكد بأن تلك الكتل أبلغت عبد المهدي بأنها لن تصوت على المرشحين وستطعن قانونيا بهم، خاصة بأنه لم يقدم سيرهم الذاتية، ما دفع رئاسة البرلمان لإلغاء الجلسة. ولفت إلى أن انعقاد الجلسة يوم الثلاثاء المقبل أمر غير محسوم حتى الآن، وقد تفشل أيضا في ظل عدم التوافق السياسي. بدوره أكد النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري في بيان صحفي بأن الملف الأمني في البلاد يجب أن يدار من قبل شخصيات تتمتع بالكفاءة كما يقول والخبرة، بعيدا عن التحزب والانتماء الكتلوي كما سماه. طبعا من المقرر كان كما أشرنا أن يعقد البرلمان اليوم الثلاثاء جلسته الخاصة لعرض مرشحي الحقائب الوزارية التي ما زالت شاغرة، وقد تحدث معهد بروكنز الأمريكي وقال بأن الأحزاب السياسية المتنفذة في العراق استخدمت الطائفية لتكريس حكمها رغم فسادها وتحويل الانتباه بعيدا عن الحكم الرشيد. أضاف المعهد في دراسة نشرها بأن ظهور الأحزاب السياسية المعتمدة على الطائفية في وجودها كان
مجرد عرض من سلسلة من الأزمات التي اجتاحت العراق على مدى العقد الماضي، وذكر المعهد بأن بقاء هذه الأحزاب في المشهد السياسي أدى إلى ضعف المؤسسات وانهيارها وغياب سيادة القانون، وليس انتهاءً بتلكؤ الإعمار وترميم البنية التحتية. ولفت إلى أن هيمنة الميليشيات المسلحة المدعومة من تلك الأحزاب المتنفذة زادت من وضع البلاد سوءا. إذن البرلمان يفشل مرة أخرى في عقد جلسة لتشكيل باقي وزارات حكومة عادل عبد المهدي، وعلى رأسها وزارة الدفاع والداخلية. معنا اتصال أبو أيوب من هولندا، تفضل أبو أيوب. السلام عليكم أخ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. يا أهلا بيك. أحييكم وحيي حياك الله، يا أهلا وسهلا. قناة الفقراء والعراقيين. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أبو أيوب، كان من المفترض أنه البرلمان اليوم يعقد جلسة حتى يشكل باقي الوزارات. الجماعة كالعادة اختلفوا بيناتهم على أسماء الوزراء والوزارات، من يتولى هذه الوزارات. في وقت متأخر من يوم أمس 2/3 البرلمان أصدر بيان بأنه تم تأجيل الجلسة. الحجة في البيان قال أنه السير الذاتية لم تصل إلى البرلمان. تتكرر هذه الحالة كل 4 سنوات مع كل حكومة تأتي إلى العراق منذ العام 2003 ولغاية الآن، محاصصة ويعني تلكؤ في حتى في تشكيل وزرائهم اللي هم ينتمون لهم. شنو رأيك؟ أخي أستاذ عمر، بالنسبة لهذه الحكومة هي منذ أن وضعت من قبل الاحتلال ومن قبل قاسم سليمان هي اتفاقية على إنهاء الشعب العراقي. هم لا. عبارة عن سراق ولصوص، وهذه الكعكة مالهم ما استوت. فشنو السبب الرئيسي يا أخي العزيز؟ هم يريدون مصالح، يعني كل حزب عنده وزارات خاصة تابعة له. فأخي العزيز والله العظيم يعني أني يعني أتعجب على الشعب العراقي. يعني شوف هسه فرنسا يعني بس زودوا الوقود عندهم، يعني هسه مظاهرات لحد الآن، يعني مظاهرات في فرنسا وبلد أوروبي يريدون إزالة الرئيس وإزالة الحكومة، لأن بس فقط زيدت سعر النفط عندهم، سعر البنزين. فيا أخي الشعب العراقي والله العظيم يعني إحنا الناشد والله العظيم خلي لا يسكت علي الحكومة الطائفية. أخي هاي حكومة الله وكيل بس مصالحها فقط، بس فقط مصالحها الشخصية. أما الشعب العراقي يقول لك إذا يموت أنا ما أهتم، يعني كل واحد لسه أما ذولا هم ذولا الزمرة الفاسدة اللي تحكم العراق، كلهم لسه عندهم أموال بالخارج، يعني أموال ما تقدر مليارات وليس ملايين. فالمناصب أخي العزيز هي يعني مثل وزارة الداخلية ولا الدفاع، هذه تنباع بمبالغ يعني خارج الخيال، خارج الخيال أخي العزيز. وأحزاب كل أحزاب، فوالله يا أخي ما ينبني العراق على الحكومة الفاسدة الشرذمة، والله ما ينبني نهائيا. نعم. فوالله يا أخي العزيز يعني أنا أرجو من الشعب العراقي بس خليه بس ينظر إلى هذا العالم اللي أحد البرلمانيين أخي أني الدول الأوروبية والله تأخر 5 دقائق، الشعب ماله أجلكم الله خلاه بالزبالة، 5 دقائق تأخر فقط. أخي هذول هم كلهم هذول بالبرلمان هسه كلهم من يحضرون اجتماعات فقط في التصوير، هم أصلاً ما يقعدون بالحكومة العراقية، فقط هسه هم كلهم بالخارج، أما إلى يجتمعون يجون يركبون بالطائرات ويحضرون الاجتماع ويرجعون. فكلها سرقة أموال الشعب. وأريد بس أعطيك نبذة قصيرة. يعني البارحة طلع أحد البرلمانيين هو يحكي يقول انفقد 1,000 مليار دولار، يقول ثلثهم فقدت. وين فقدت؟ يقول كشفت انه رواتب يعني وهمية ما لها صلة بالموضوع. نعم. يعني اخي يعني الراتب يعني قال 27 مليار دولار انفقدت، يعني بلسان زين اخي 27 مليار دولار، تعرف شنو 27 مليار؟ يعني تصور الفساد اللي يستشرف العراق. فوالله العظيم العراقيين لا يريدون يعني ما يبقى الفقر بالعراق، بس هاي الحكومة يسقطوها نهائيا، يطلع الشعب يقوم ثورة. والله العظيم احنا بخير، وما طول الأحزاب وقاسم سليماني والفرس ورانا، والله الشعب العراقي يحلم أحلام أن يشوف رفاهية حياته بعد. نعم. أنا أشكرك أبو
أيوب من هولندا، معنا اتصال سعد من بابل، تفضل سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك. شلونك سعد عمر؟ شلون صحتك؟ أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بك سعد. سعد كالعادة البرلمان يفشل في عقد جلسة لتشكيل باقي الوزارات في حكومة عبد الله. يردون سوى مصلحتهم السياسية هاي الأحزاب. نعم. كل واحد يريد صاحبه، إذا صاحبه ما يصعد داخلي وهذا يزعل، والشعب العراقي كاتله الجوع وكاتله الظلم. نعم. إي والله سعد عمر، هذول يعني ما قاعد يتصافون بيناتهم، يعني دوخوا الشعب العراقي دوخوه. نعم. واحنا ناس تشوفنا كسبه، يوم اذا نشتغل نعيش، اذا يوم ما نشتغل تبنى الجوع. نعم، زين العد وين حديثهم ان هذه حكومه راح تكون حكومه مختلفه، حكومه تكنوقراط، حكومه بعيده عن المحاصصه ان كانت طائفيه او سياسيه؟ يا اخوي الله وكيلك، نفس الحاله، نفس الحكومات السابقه هسه هم نفس الشيء، هم كل الوزارات صارت بيع وشراء. نعم. ما يشتري ما يعطي مبلغ زين ما يحصلها. زين؟ على المبالغ هي صارت، المبالغ واحد يعطي مثلا مليون دولار، واحد يعطي مليون ونص دولار ياخذ. الما يعطي ما ياخذ. نعم. اي والله هي صارت هي مزايدات. أنا أشكرك سعد من بابل كان معنا. طبعا تصريحات السياسيين في العراق، ناخذ يعني أبرز التصريحات. رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلق قال بأن ما يجري خلف الكواليس هو أمر مريب وينبئ بمستقبل مخيف للبلاد كما وصفها. أضاف بأن هناك شراهة في موضوع التسابق على شراء المناصب وتغيير بوصلة الحكومة الجديدة نحو مؤسسات الفساد التي تهدد أمن وسلامة البلاد، وصفا بأنها صفحة جديدة ووجها آخر لتنظيم الدولة كما سماها، تهدف إلى إفراغ العراق من محتواه التاريخي والاجتماعي وتعتزم تبديد ثرواته وطمس هويته. تصريح آخر للنائب عن تحالف الفتح حنين القدو يعني قال أو كشف عن وجود خلافات سياسية كبيرة ضمن تحالفي البناء والإصلاح، وأشار إلى أن التحالفين معرضان إلى الانهيار بسبب الصراع على المناصب. النائب القدو أضاف بأن كتلتي الإصلاح والبناء منهارتين بسبب الخلافات السياسية بين مكونات التحالفين والصراع على المناصب، وأكد استمرار الصراع من أجل تثبيت كل حزب داخل الكتلة حصة الخاصة. أشار القدو إلى أن الحديث عن كتلة كبيرة هي كذبة لا يمكن تحقيقها، كون الجميع اتفق على تمرير حكومة توافقية توزعت حصصها بين جميع المكونات. في هذا السياق كذلك النائب علي البديري قال بأن حسم الحقائب سيكون لمن يدفع أكثر، وكشف بأن دفع الأموال يتم داخل الغرف المظلمة عبر اتفاقات لا علم للبرلمان بها. أكد البديري بأن هناك أموالا تدفع من ممثلي الكتل نقدا، وأموال أخرى تدفع بالآجل بعد حصول المرشح على المنصب، وبأنها تعمل في عكس صالح العراقيين، وبأن أهم ما تسعى إليه هو الأموال دون الالتفاف لهذا المرشح أو ذاك في تشكيلة عبد المهدي. كذلك كشف البديري بأن أغلب المرشحين للحقائب الوزارية من عوائل تمتلك علاقات حزبية متنفذة ولديها مصالح سياسية، وبأن أي وزير سيغادر منصبه سيرشح أحد أقربائه لاستكمال الأمر بعده. طبعا عضو لجنة متابعة المنهاج الحكومي في البرلمان وهو حازم الخالدي تحدث عن جمعه تواقيع نيابية من أجل سحب الثقة عن وزراء في حكومة عادل عبد المهدي. الخالدي قال بأن عادل عبد المهدي مطالب بإثبات براءة من تم التصويت عليهم في كابينته الحكومية وخلو سيرهم الذاتية من موانع
أسماها يعني تمنع تولي الوزارات كالشمول بإجراءات المساءلة والعدالة وقيود السجل الجنائي وملفات هيئة النزاهة. أضاف أنه لا يمكن القبول بتقديم باقي المرشحين للكابينة الحكومية ما لم يتم حسم موضوع الوزراء الذين اتهموا بقضايا فساد وإرهاب وإجراءات المساءلة والعدالة. إذن مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال ابو حسن من بغداد، تفضل ابو حسن. الله يسعدك اخوي عمر، حياك الله، يا هلا بيك، اهلا وسهلا بيك. الله يبارك فيك. نعم، جماعه بعدهم يعني جماعه بعدهم ما متفقين على باقي الوزراء، شنو رايك؟ وما يتفقون الا يشوفوا مصالحهم وين، يلا يتفقون. نعم، هذول جايين يدمون الشعب، يعني مليارات المرات نقول يا هذول جايين يخدمون الاجندات مالهم الخارجيه. وقلنا اخوان هذول مو عراقيين، هذول مجرمي حرب، يعني ما يعرفون حتى يقودون نفسهم، يقودون شعب، يعني يعرفون الناس صارت فيها بالمطره بالهزه الارضيه، هذول كلهم مصالح يا اخي، مصالح. نعم. الشعب ليش ساكت يا اخي والله، يعني حتى الاسلام قلنا بالحق، بس هذول ما يعرفون حتى الحق شنو الحق. زين ابو حسن، اللعب اليوم كفر لا في ولا ديانه. اليوم اللعب صار على المكشوف. يعني اكثر من نائب يوميا يطلع على شاشات التلفاز ويتحدث بانه يتم بيع المناصب، اللي يدفع اكثر هو اللي ياخذ المنصب. يعني علي البدياري يقول هناك اموال تدفع من ممثلي الكتل نقدا واموال اخرى تدفع بالاجل، يعني بالتقسيط، المنصب هم صار بالتقسيط. يعني هذا ما شاء الله خدمه جديده هاي توفرها يوفروها السياسيين في العراق. اخي هذول يعني مو بس المكان هذا، بس المناصب هاي السيطرات تنباع بفلوس يا اخي. نعم، يعني تنباع كل شيء صار ينباع بفلوس لمصالحهم، يعني يا يدفع اكثر يا ياخذ اكثر حاجه. فهذول تملوا منهم خير، يعني يا اخي انت واحد يهينك وده يسوي فيك شغلات مو زينه، يعني يمرضك ده يقتلك، ليش ساكتين ما ادري؟ والله راح اتخبر يا اخي. يعني الف مره يا اخوان دول جايين يدمروكم، حسوا على نفسكم يا مسلمين. شوف نبينا محمد استوى بالدواء اسلام، حتى دمرتوا الاسلام. اتحركوا يا شعب. تعال شوف المستشفيات فيها. شوف هذا المي التالف الموزين. شوف اخواكم اللي بالخيم، والله يعني ما اعرف يعني الخيم ارتاحت بعد. لا اله الا الله. نعم. والله اخبار يعني الناس ما تحس. هاي المطرح حسوا الناس اللي بالخيم صار ما صار بيهم، جاعوا عطشوا، مرر واحد بيهم من اخذ المستشفى، يعني جايين يقتلوكم يا شعب، حسوا على نفسكم. نعم. أنا اشكرك ابو حسن من بغداد، معنا اتصال ابو سائر من البصره، تفضل ابو سائر. نعم. الو اسمعك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هو هذا سريع شو يا أبو التلفزيون؟ شلون عيني؟ أبو التلفزيون هذا اللي يحكي وياي الولد أبو التلفزيون. إي نعم.
على التشكيله الوزاريه. نعم تفضل. هم خولوا وفوضوا السيد عبد المهدي، هم غير يخلونا يكمل الكابينه الوزاريه على عرفه ويخلي القائمه من قبله. نعم. لو الا يخلونهم على اختيارهم وزير الدفاع هذا الغانمي، مو الغانمي يار الله، مو يار الله هذا الاسدي، يختارون عسكري. ايش ترى؟ نعم. من الا من كتله كل يوم وطار وراح الدوله والوادي بهاي كاتله، كاتله جوع وكاتله العطش، كاتله حكومه سبع اشهر ما كتله. ايش يخسر الحكومه؟ نعم. السنة يخلونهم على اختياره، حتى من تطلع الحكومة ما منفذة للأمور يقولون يابا هذا التشكيلة من قبل وزير رئيس الوزراء مو صحيحة. نعم. لا يعفو يتحملوا المسؤولية. نعم. بس بالعراق الأمر مختلف. نعم. وهم اختاروا الكبل اختارت عادل المحمي. لازم نخلي عادل عند الذي اختار. نعم. صحيح شغلهم يقولوا له يا استاذ هذول السبب عندك، البصره انباهرت احترقت راحت، واحد يصوت المحافظ، واحد يصوت وزير مواد مائيه، واحد يصوت وزاره الصحه، شنو هي هاي الحكومه هاي ما بتحل. نعم. غير مسؤوليه رئيس الوزراء، هو شكل حكومه بالفعل وهو يتحمل مسؤوليتها. التشكيله الوزاريه على عرف رئيس الوزراء. الناس غير الاحزاب يقولون هذا ديمقراطي ما ادري يسمونه هم. نعم. اني اشكرك ابو ساعر من البصره، كان معنا اتصال ابو فيصل من السعوديه. تفضل ابو فيصل. السلام عليكم. فضلك يا استاذ عمر، كيف حالك؟ الله. اهلا وسهلا بك استاذ عمر، كيف حالك؟ بخير الحمد لله، الله يحفظك. تفضل. الله يحفظك. تحية لك وتحية قناة الرجاء، تحية كادر القناة، تحية الأخوان المصريين والمشاهدين. تحية لأبو حسن اللي يكلم من بغداد، تحية له وتحية لكل بالنسبة والله عمر اليوم كويس الوضع، صار هم في يا أستاذ عمر تقصيد، يقصدون تقصيد كويس على المناصب الوزارية. نعم. لا حكومة، هي حكومة فاسدة، وهم جابوهم من أجل تدمير العراق، وهم عصابة وليس حكومة. بس العتب والله يا استاذ عمر هو على الشعب العراقي، هذول يتساومون على دماء الشعب العراقي واموال الشعب من اجل تدمير. وشفنا كوارث السيول التي ضربت العراق، شفنا الاهمال. هو لا يوجد حكومه، هي حكومه ميليشيات بالنسبه محشومه مثل هذا القندره الخزعلي اخذ وزاره الثقافه، هادي العامري هذا الايراني اخذ وزاره الداخليه، مثل صالح الفياض، هذا صالح الفياض هو من عصابات ايران. وتحيه لك وتحيه للشعب العراقي، وسلم على الدكتور بهجة الكردي، تحيه له. حياك الله ابو فيصل من السعوديه، يوصل ان شاء الله. رسائل واتساب يقول فيها مبروك من الامارات، يقول حكومه ناقصه ووزارات لم تكتمل وملفات فساد لم تناقش واوضاع معيشيه صعبه جدا، هذا كله في بلد يعاني كل اشكال المعاناه واشكال الظروف، الشعب بات أغلبه في السجون وفي مخيمات النزوح ولم يحل شيء يعيد للشعب حقوقه وللبلد أمنه وأمانه. رسالة أخرى يقول فيها السلام عليكم، ما يجري الآن في العراق هو صراع الضباع على نهش الأسد الجريح، هؤلاء غير شرعيين ومجموعة من العملاء، أنا أدعو إلى عقد مؤتمر موسع للمعارضة ويتم توحيد الرؤى والجهود لفضح ما يجري في العراق للمجتمع الدولي ولم شمل الشعب المشتت الذي يحتاج إلى قيادة واضحة. رسالة أخرى من أبو عمار يقول فيها السلام عليكم أستاذ عمر، هسه يقول هم هسه شو يسوون بالوزارة في وزارة الدفاع والداخلية؟ موجودين المجرمين هم من يتحكمون بكلا الوزارتين أمثال هادي العامري والمهندس والخزاعي وقادة الميليشيات، وهي الحكومة حالها حال حكومات المالكي والعبادي وعلاوي، نفس الفساد والقتل وسوء الخدمات. تحياتي لقناتكم الموقرة أبو عمار. معنا اتصال أبو ياسين من بغداد، تفضل أبو ياسين. حياتي لك أخوي على قناة الرافدين. حياك الله، يا أهلا بك.
اخي اساس الكلام انه هاي الشله هاي الزمره التعبانه هم هؤلاء اللي حاربونا بالثمانينات، ايش ننتظر منهم الشعب العراقي؟ نعم. هم مو حاربونا بالثمانينات طبوا ويا الخميني ويا امريكا واسرائيل. ايش ننتظر منهم؟ يعني دولة يعني هاي الشله كانت تحاربنا وكانوا يعني رادوا بكل قوه انه يقضون على العراق وشعب العراق ورئيس العراق. عود هؤلاء الزمره يرسمون العراق وهو واضح اخي هاي صار هاي 16 سنه راح تصير. ما بنوا ولا عدلوا الشعب العراقي ولا الشعب العراقي ان شاء الله هو عدل. شو اول ما دخلوا خلقوا الطائفيه. بس اخي والله لو بعد 100 سنه هاي الشله والله ما يبنون متر ولا يصلحون واحد. اخي هؤلاء كلهم من الشارع الله وكيلك جاي يضحكون على العراقيين بس الصوت بالعراقيين ثلاث ارباعهم وياهم. الاخ قبل شويه ابو ما اعرف ابو من قال يعني الشعب ايش فيه؟ يا اخوي الشعب ثلاث ارباعه وياهم. انا غير جاي اختار بالعراق ثلاث ارباعه اذا مو شرطي بالشاوي وربع طلع ناس وطنيين اخوي. العراق الا ثوره وثوره تجي من برا يلا يصفى البلد. بس مال الرجل الوطني ينتظر انه الشعب ينتظر؟ لا والله هذا كلام بعيد اخي. ثلاث ارباعهم ميليشيات. هسه هنا بالمنطقه بدنا كذا اجيب الطاري خميني طاري غيره. اخي ما العراق ما يصفى بعد الا ثوره، ثوره تجي مثل الثوره مال 68. واني اشكرك. اشكرك ابو ياسين من بغداد. معنا اتصال ام ازهار من بغداد، تفضلي ام ازهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحييك وأحيي هاي القناة العظيمة وعاملها. أهلا وسهلا. بالنسبة إحنا نقول هاي حكومة، إحنا هاي مو حكومة، هذول إجوا هذول ناس حرامية، ناس حفالات جاوا من إيران ومن الدول العربية ومن إسرائيل ومن أمريكا. ما نتأمل منهم أي 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 خير. لأنه لا برلمان، كل برلمان قاعد ياكل ياخذ ياكل أموال الشعب وعنده عمه وخاله وكل أجداده وياه بالحكومة ياخذون أموال الشعب. كل برلمان معين وياه 20 واحد من أهله. فإحنا شو نتأمل من هذول من هالبرلمان أو من هاي الحكومة؟ ما أسميها حكومة، أنا أسميها ناس مجرمين مرتزقة اجوا من حفالات الدنيا وهم جياع وجاوا ينامون على عقول العراقيين يخربوا عقولهم. وانا ايد هذا الرجل اللي هسه قدامي خابر. ما يصير الا ثوره عارمه من تجي من برا ومع يعني مساعده الناس الطيبين المخلصين الى هذا البلد. الناس المخلصين الطيبين فقط بهذا البلد، لا يوجد هنا مخلصين اكثر. كل الناس هنا انتمت كلهم منتمين اللي بالبرلمان وبالحكومه كلهم اجداد يعني عمهم وخالهم وجدهم كلهم وياهم. فهم شو تتامل من هاي الحكومه؟ تتامل كلها جايين على مناصب جياعه جايين يقعدون على مناصب لا فهم لا علم لا شهاده لا قدره. هم ايرانيين. نعم. هم حفالات الدنيا جاي من حفالات ايران جايين. فيحتاج الى وعي الى هذا الشعب المتبقي من اللي عنده ذره من الاخلاص لهذا البلد ويراد لنا قوة خارجية ومقاومة حتى نقضي على هاي الحفالات الموجودة اللي قاعد تنهب أموال الشعب والناس هنا جياعة، الناس السيول كتلتها، الناس المطر كتلتها وقاعدين بالخيام، الناس والأمراض والسرطانات إن شاء الله سرطانات بقلبهم بأموالهم وبأولادهم إن شاء الله. كل اللي تاخذوه من هاي الدولة من 2003 إلى هسه تطلع بهيجي أولادهم وبيهم. وأنا أشكرك. شكرا أم أزهر من بغداد. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. حيا لحضرتك أستاذي. حياك الله يا أهلا بيك. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. يعني هو عادل عبد المهدي ليش مدوخ نفسه؟ نعم. يقدر ينتهي من هاي المشكلة ويطلب من الشعاب أن يزودوه بالسير الذاتية للوزراء وكل الشعاب يعرف شنو هي سيرهم الذاتية، معروفين عند الشعب ما يخفى على الشعب شيء. يقدر هو يطلب من عندهم وينتهي من هذا الموضوع ويقدمها للبرلمان وقضت المشكله. نعم.
وخلي يشوف الشعب وخلي يشوف العالم الفوضى اللي عايش فيها العراق. يعني بلد لحد الآن ما بي وزير دفاع ولا وزير داخلية. وبعدين هو البرلمان بشنو نجح حتى نقول فشل بخصوص هاي الوزارتين؟ يعني هو بالأساس البرلمان ما مهتم غير بس بمنح مخصصات وامتيازات الأعضاء، وهي هاي نتيجة المحاصصة الطائفية، وهو هذا الفساد اللي بده يعيش فيه العراق. تدفع أكثر يستلم وزارة. يعني لو الجنرال صالح الفياض يستلم وزارة الداخلية، لو الفريق الأول الركن سليم الجبوري يستلم وزارة الدفاع، لو ماكو. نعم. يعني معقول العراق ما بي بس هذولة؟ نعم. معقول العراق ما بي هذول الضباط الأكفاء اللي درسوا وتعبوا وكلية أركان كلية عسكرية كلية الشرطة وتخرجوا وخدموا بلدهم وموجودين لحد الآن بالعراق ركنوهم على صفحة وملازمين بهالشخصية هاي الفاسدة؟ نعم أبو ناصر، إذا تلاحظ التدرج بالعملية السياسية يعني من العام 2003 لغاية يعني نقول حيدر العبادي، وهم صار فيها من هذا الكلام اللي راح نذكره، ذيك الحكومات كانت على المحاصصة، الحزب الدعوة مثلا إلى حصة، الحزب الإسلامي إلى حصة، الكذا إلى حصة. هسه هم نفس الأحزاب لها حصص، بس داخل هاي الأحزاب اللي عنده فلوس، اللي يدفع فلوس ياخذ وزارة. مو أنا قلت لحضرتك أستاذ عمر، نعم. اللي عنده أكثر يدفع أكثر يستلم وزارة. نعم. وهاي هاي سماشي عندنا بالعراق. بعدين أنا يعني بس أريد أسأل عادل عبد المهدي، وين صارت هاي الطلبات اللي قدمها المستقلين الشغل مناصب وزارية اللي دعا إلها هو عادل عبد المهدي؟ يعني شوف حضرتك أستاذ عمر، دي وين وصل الاستهزاء والاستخفاف بعقول الشعب. أستاذ عمر، إيران مصرة على استلام الفياض وزارة الداخلية حتى لو انتهت هاي فترة الأربع سنوات هاي القادمة، نعم. وماكو غيره يصير وزير للداخلية. طيب فهو هو شنو اللي حمله من شهادات هذا الفياض؟ نعم. وبأي كلية الشرطة جرس؟ وشنو اللي قدمه للشعب خلال هاي المدة من 2003 إلى هسه؟ وين بعدين وين مصطلح المجرب لا يجرب؟ أشوف الموجودين صالح الفياض، حتى نذكر المشاهدين، أقاطعك أبو ناصر، نعم. لا تسمح لي، صار رئيس لجنة للتحقيق في المختفين من أهل الأنبار، كنا نتذكر اللي اختطفتهم الميليشيات، اللي هو الأمين العام للحشد الشعبي، تمام؟ نعم. ما سمعنا بهاي النتائج لغاية هذا اليوم، نتائج هذه اللجنة التحقيقية وين راحوا وانكتلوا، تم اعتقالهم، اختفى، وينهم؟ ما حد يدري، هل هم مذنبين، هل هم أبرياء، وين نتائج اللجنة؟ لجنة ما قدر يديرها، يعني منزوعين القرار، منزوعين الإرادة، ما يقدرون يتحدثون إذا مو بأوامر خارجية. وهذا تحدث به أياد علاوي، قال الرجل، قال المختفين في جرف الصخر وغير جرف الصخر إذا ما نحصل موافقات من إيران ومن حزب الله ما نقدر حتى نرجع أهل جرف الصخر إلى المدينة. كلام واضح فعلا أستاذ عمر، مثل ما تفضلت حضرتك، يعني أنا قلت لك بأنه الأمر كله بيد إيران. إيران مصرة على استلام الفياض وزارة الداخلية، غير الفياض مستحيل يصير وزير للداخلية، لأنه بمصلحة إيران والأحزاب مثل ما قلت لحضرتك اللي عنده أكثر يدفع أكثر ويستلم وزارة. وخلي يفهم الشعب بأن هذا الإصرار العجيب على الفياض هو طبعا المصلحة إيران، وإيران تريده، وما مسموح لأي إنسان أن يرفض أوامر إيران. والله أستاذ عمر، إذا بقت هاي الزمرة مسلطة على رقابنا، نعم. نقرأ سورة الفاتحة للمرة الأخيرة على العراق. إذا ما يتم القضاء على هاي الزمرة المجرمة، ما يتم القضاء على تدخل إيران بالعراق. نعم. وشفنا قبل يومين شفنا الزمر الفاسدة المجرمة العميلة شلون رايحة لإيران وتبوس بإيد خامنئي. نعم. دا يشكروه هذا الهم. يتباركون بي أبو غير يتباركون بي طبعا يتباركون بي. هم يقدموا له الشكر على كمية المخدرات اللي دا ترسلها إيران للشعب العراقي، اللي حسب ما يقول قائد عمليات البصرة وصلت إلى تقريبا 80% من المخدرات اللي تدخل للعراق. رايحين يشكروه لأنه دمر العراق ودمر الشعب. حتى الهميم اللي على أساس أنت بالوقف السني يستلم الوقف السني، أنت شو لك علاقة بخامنئي؟ شو لك علاقة بإيران؟ وين تصريحاتكم؟ وين حكيكم؟
والله العظيم استاذ عمر دمروا البلد، الله وكيلك البلد راح انتهب بسبب هالجمره المجرمه. نعم. واذا يبقى الشعب ساكت نقولها ونعيدها ونكررها، اذا يبقى الشعب ساكت عليهم ومثل ما قال الاخ ابو ياسين المتصل قبلي، اكثريه الشعب مع الاسف باقين ساكتين لانه هم عندهم مصلحه وياهم، اما مين الشقاوي اما بالشرطه اما بالجيش متعين، واكثرهم اللي بالشرطه واللي بالجيش هم مرتبطين الاحزاب، فاكثريه الشعب هو وياهم. لكنه املنا كبير ان شاء الله الله سبحانه وتعالى ان يتم القضاء على هاي الزمره ويرجع العراق ياخذ دوره وترجع هيبه العراق، ترجع كرامه المواطن العراقي اللي داسوها هذول المجرمين. حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم. ونعم بالله. أنا أشكرك أبو ناصر من تركيا، كان معنا. رسالة من أبو مصطفى البياتي من لندن يقول فيها: حقيقة أستغرب بأن كل المتصلين كما يقول لم يتحدثوا عن الانتخابات المزورة الغير قانونية والسكوت عنها لتمرير طبخة جديدة. بل يعني كثير من المتصلين صراحة ربما يعني ما استمعت لهم. أخي أبو مصطفى يكمل ويقول بأنه والتي أسفرت عن مجيء حكومة أكثر تخلفاً وحقدا وأكثر انتماء لإيران. الأمر المهم الآن هو إلهاء الشعب ببعض الشغلات هنا وهناك، مثل تسميم مياه البصرة، الكهرباء، البطالة، السيول التي دمرت المدن، وتمرير نتائج الانتخابات، وبالتالي تشكيل حكومة. يتساءل كذلك السيد الصدر: ألم يعلم بالفساد المستشري في العراق في المناصب والأموال المسروقة؟ أين قانون معاقبة الفاسدين؟ كلهم سراق ولصوص، امتصوا دماء الشعب وليذهب الآخرين إلى الجحيم كما يقول. معنا اتصال أم عبد الله من بغداد. تفضل يا أم عبد الله. أم عبد الله تسمعيني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك. أكيد. تفضل يا أم عبد الله. تحية لحضرتك وإلى قناتك الشريفة ولكل عراقي الشريف. الله محييك. يعني ما أعرف إنه اللي تذكروه هسه، يعني إحنا كشيعة وكسنة، يعني عطية شيعة ماكو واحد شريف يطلع، ماكو واحد سني يطلع يقود الشعب هذا ليشوف المعاش اللي بيعانيها الشعب العراقي، وإلى متى يبقى هذا؟ أستاذ هي لا لا كابينة وزارية تفيدنا، وخليها على نار هادئة إلى أن تنطبق، وش وقت ما تنتهي يطلعوها للوزارة. نعم. أو تكمل يعني تطوينها. بس إحنا كشعب لا استفادنا من وزارة ولا استفادنا من برلمان ولا استفادنا من هاي الزمرة الحاكمة اللي جدي. نعم. كله هو اهتمامهم بالدرجة الأولى الأموال اللي يجب أن يحصلوها من العراق. نعم. وبالفعل يعني لسه اكو احصائيه، والله العظيم احصائيه الاملاك اللي يمتلكها الجعفري، يعني حسبتها حوالي 250 مليار 250 مليار ما عدا الباونات وما عدا الحمايه مالته، ما عدا الرواتب، ما عدا الحفلات، ما عدا الاكسسوارات. ما يكفن ما يكفن ابو عبد الله، يقولون ما يكفن. ما يكفي ذن الفلوس. لا طبعا ما يكفي، الا التراب يكفي استاذ. نعم. التراب بس التراب. الى ان يفوت بعينه المسؤول وفي حلقه يلا ذاك الوقت يشبع. نعم. الشعب مات من الجوع. يعني دا اشوف هاي المأساة. الناس كلها بالماي فراشاتهم، يعني اذا احنا نتبلل نفط من المطار نتعفف. فكيف الله يساعدهم يا رب، الله يساعد حيواناتهم، الله يساعدهم شلون عايشين. لكم انت شنو من زمرة كافرة، انتم شنو من شلة جيتوا علينا؟ يعني عصي شعب عراقي ما يحس المعاناة العراقيين اللي يعيشها، كلهم قاعدين اكثريتهم بقصور وما اخذين رواتب، يقول لك احنا ايش علينا؟ هم يفتصلون الطبقة اللي تعاني. أهل البصرة دمروهم، أهل الجنوب دمروهم، الزلزال اللي صار عندنا رعب، صار إحنا عندنا العراقيين رعب، نخاف من الزمرة الحاكمة، نخاف من الزلزال، نخاف من المطر. خلونا نلتهي بهذه الأشياء وتركنا الزمرة الحاكمة تحكم يعني كيفها. فصار السبب مو من عندهم، أنا أعتقد أن السبب من عندنا، يعني إحنا يعني بقينا بهالشكل.
دمروا الجيش بأكمله، كان رابع جيش، كملوا الشعب يعني دمروا الشعب نعم. بأكمله، المدارس ماطوا، مخدرات، قتل، اختطاف، يعني شيء بعد شقوا، احنا ترى صرنا مهزله في العالم كله، يعني والله انا استحي اقول انا عراقيه، والله لا 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 مو لهالدرجه ام عبد الله، لا والله انه احس بنقصه بغصه بقلبي لانه ما هو هذا ام عبد الله، ام عبد الله هذا اللي يريد ينجحون به نزع الهويه الوطنيه من العراقي، يعني لا تظن انه هذه تجي مصادفة وإنه يجي احتلال وغزو في يوم وليلة، هم رادوها هيج، رادوها بالبداية طائفية وبعدين العراقي إنه يعني يكره وطنه، طبعاً ما حد يكره وطنه بس يوصل إلى مراحل من الغضب. هذا نزع نعم هذا نزع الهوية الوطنية. لا تخجلين يعني من كونك عراقية، هذه المشاكل كنساء. نعم احنا النساء ام عبد الله يعني هذه انا اتفق معك بس اسمحي لي مولتنا وين الرجال؟ نعم اسمحي لي ام عبد الله اريد رجال اخويا نعم. اريد اشوف القيمة العراقية وين صارت؟ نعم يعني اخويا موجودة ام عبد الله موجودة أم عبد الله. بس بعد ما يعني الى متى تظهر هاي نعم. الغيرة؟ احنا نريدها تظهر ونتخلص من هذا الشيء اللي نعيشه احنا. انا اشكر انا اشكر شو عبد الله هو هذا الامر يريدون ينجحون في نزع الهويه الوطنيه للمواطن العراقي، يكره بلده، يضوج من بلده، يطلع برا، و انه هناك كثير طلعوا مضطرين الناس، لكن انه احنا نقوم بانجاح هذا المشروع. لا صح الانسان تعب، أما إذا نتحدث عن الغيرة نتحدث عن كذا فهي مو مسألة إنه إبراز عضلات، يعني شفنا خلال السنوات الماضية ماذا قدم للعراق، إذا كان قدم للأمة العربية من حروب فلسطين، من حروب في 67، في 73 مصر وسوريا، وكيف استطاع الجيش العراقي من إنقاذ العاصمة دمشق، وقدم الدعم اللوجستي والعسكري المباشر إلى مصر في 73، حربة مع إيران، الحصار، كل هذا أنهكته، يعني ما معقولة، يعني حتى لو مكينة لو رجل آلي هم بعد ما يقدر يكمل. أكيد كل أمة وكل شعب تمر بظروف صعبة، ربما 5 سنوات، ربما 10، ربما 20، والله سبحانه وتعالى يأذن إنه بعد ذلك بأن تعود الأحوال إلى الأفضل. معنا أحمد من ديالة، تفضل أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أحمد. أخي أستاذ عمر، هذه الحكومة يومية هاي المطالب هي إحنا نحكي بيها ونقول بيها. نعم. نعم أحمد. أخويا دول ناس رغمية دايحين كانوا وجوا صاروا أوادم بالعراق بعد ما ينطونها إلا بالمقاومة المسلحة والثورة. نعم. نعم. علي على المقاومة الحرة الشريفة أن تشتغل على الدعوة وعلى بدر وعلى العصائب وعلى الحكومة كلها. نعم أحمد. ما يفيد إلى مقاومة مسلحة ولا ثورة. وإلا هذا الحكي يومية معاقل نسمعه وكله ما في فايدة. نعم. أحمد اترك التلفزيون أنت ليش السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله، يعني أرجو من المتصلين دائما عندما يتصلون خفض صوت التلفزيون إلى الأخير، يعني ما يحتاج هو يسمع صوته، هو اللي دا يتكلم، هو اللي دا يتكلم. رسالة يقول فيها: السلام عليكم أخي، كنا نعرف بأن تشكيل الحكومة بيد أمريكا وإيران، وكل واحد من عصابة الحكومة مرتبط بجهة خارجية، وكل هذه الاجتماعات والمباحثات هي مجرد أفلام حتى يقولون إحنا عندنا ديمقراطية. نعم طبعا النائب فاق الشيخ علي أكد بأن 4 وزارات فقط نجت من صفقات البيع والشراء في حكومة عبد المهدي، وقال بأن ملف الصفقات وبيع وشراء المناصب تشمل الجميع من شيعة وسنة وأكراد انتهاجا للمبدأ العامل في العراق منذ العام 2003. وأضاف مؤكدا بأن 4 وزراء فقط في حكومة عادل عبد المهدي لم يشملهم مبدأ صفقات البيع والشراء على حد قوله. وكذلك النائب رزاق محابس
أكد بأن المحاصصة الطائفية والتخندق الطائفي والحزبي أدت إلى فشل الحكومات المتعاقبة في إدارة الدولة منذ العام 2003. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها حول فشل البرلمان لعقد جلسته لهذا اليوم من أجل استكمال تشكيلة حكومة عادل عبد المهدي. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.